لك شادو قدامي، قدرتش اتخيل الموقف، ما قدرتش اعمل ولا شيء. لم تتمالك نفسها والدة الأسير الفلسطيني شادي أبو شخدم لحظة سؤالها عن نجلها الذي دخل عامه 17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتهمة وقوفه خلف إحدى العمليات في مدينة القدس المحتلة عام 2002 والانتماء لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح. سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت حكمها على الأسير أبو شخدم لمدة 700 عام وأكثر أو ما يعرف بمدى الحياة، في الوقت الذي عمل فيه جيش الاحتلال على تفجير منزل عائلته تنفيذا لسياسة العقاب الجماعي بحق أبناء العائلة. رحبت زوات أنا ويا وأنا دائب فيه، مسكت من صدر ومسكت من إيده أنا وأبوه، بدنا يصورونا كل واحد لحاله، لا أنا قدرت أتركه ولا أبوه قدر يتركه، ولذلك الصور كانت أنا وأبوه وهو مع بعض، ولا صورة إني أنا إلي لحاله ولا لأبوه، ما قدرت لا أنا ولا أبوه أتركه، ما قدرت أتركه لغاية ما صورت وطلعت. جيت على الدار وأني قسما بالله إيدي ما بدي أغسلها، بدي أخلي إيدي من ريحته، أولادي إيدي ما سكتوا. هذه أول مرة شفتها بعد 14 سنة، خمس دقايق والله ما كملوا اللي مسكت فيها شادي. لم تقتصر معاناة عائلة أبو شخدم على وجود نجلها في السجن فحسب، فعقاب الاحتلال للعائلة يكمن أيضا في منعهم من زيارته لأكثر من مرة في العام الواحد بسبب المنع الأمني، وفي حال تمكنت العائلة من زيارته فإن الاحتلال يتلذذ بتعذيبها قبل الدخول لغرفة الزيارة. هذه المواقف اللي أنت بتنحط فيها، التفتيش اللي أنت بتتفتشه، يعني أكم مرة بتتفتش على المعبر عندنا، بتتفتش لما تدخل غير أكم باب بتتفتش، وآخر إشي كمان بواب تانية وبتتفتش يدوي. ويعاني الأسير أبو شخدم من ألام في الكلى والعينين بالإضافة إلى إجرائه عمليتين جراحيتين جراء الإهمال الطبي الذي يشتكي منه جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. بالرغم من الحكم المؤبد الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأسير شادي أبو شخدم، إلا أن عائلته لم تفقد الأمل بتحرره من سجون الاحتلال وعودته إلى حيث نجلس. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.